السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان وحلقه جديده من المونديال علي قناه الاهلي يعني أقل من 72 ساعة على انتهاء مونديال روسيا 2018 على انتهاء واحد من أفضل يعني كؤوس العالم اللي احنا تابعناها وشفناها خلال الفترة الحالية والماضية والسابقة وأعتقد أن ناس كتير جدا حتى عصروا فترات قبل كده في الثمانينات قالوا أن 2018 من أفضل الفترات اللي فيها يعني مفاجآت وما فيهاش معايير كل كل المنتخبات الجماعيه تتالق على حساب المنتخبات الفرديه كل المنتخبات اللي بتعتمد على نجم خرجت بالفعل من اللي خرج من دور المجموعات واللي خرج من دور ال 16 واللي خرج من دور الثمانيه خلاص دور الاربعه هو جمع اقوى اربع فرق موجوده في كاس العالم وفعلا هي تستحق ان تكون في هذا الدور هو دور نصف النهائي بطوله كاس العالم ممكن نسميها اسم ثاني هي بطوله اقوى منتصف ملعب في العالم او اللي عنده من... اللي عنده نص ملعب كويس، اللي عنده نص ملعب قوي هيقدر ان هو يكمل في البطوله، شفنا اربع فرق في السيمي فاينل عندهم آه ماكينات في نص الملعب، عندهم قوه خارقه في نص الملعب، عندهم امكانيات آه بدنيه ومهارية وخططيه في نص الملعب، عندنا منتخب فرنسا كانتيا وبوجبا آه لما لما بيرجع معاهم معاهم ماتودي طبعا بيزود القوه اللي موجوده في 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 نص ملعب منتخب فرنسا عندنا منتخب كرواتيا لوكا مودريتش عندنا راكيتيتش موجودين طبعا بالقوه اللي موجوده بال... بالاداء الرائع اللي طبعا جمهور ريال مدريد نفسه ان منتخب كرواتيا يحقق بطوله كاس العالم علشان لوكا مودريتش واحد من اللعيبه اللي تستاهل